تربي. صار بها سرطان، الان وديها الى باريس مريضه، ادعيلها الليل ان شاء الله مش في كل مريض. يا عزيزي واحد ما ضامن عمره، هاي المشكله. بل العقلاء ضد نظريه عمر بن سعد، نظريه عمر بن سعد وما عاقل باع الوجود بديني. نظريه رسول الله والائمه والانبياء وانتم المؤمنين شنو؟ لا، العقلاء يبيعون الوجود بالدين. ابنك الان دزل المدرسه، تخرم الصبح من النوم، نايم يبكي بالقوه، تغسل وجهه، عيني اغاء، تدزل المدرسه، مطر، برد، حار، طين، ليش؟ تقول حتى بعد 10 سنين يحصل شهاده. لعل انت الان تبيع النقد بالدين، مو هالشكل؟ الان تتعب عليه حتى بعدين يصير. ماكو واحد اليوم زرع بعد 5 دقائق حصد. العقلاء دائما الان يزرع بعدين يحصد. الان يدفع راس المال بعدين يحصل الربح من التجاره، وهكذا وهلم جرى. زين، ارجع الى حديثي. النظام الالهي مع النظام البشري، النظام البشري عند الصعود صعب والهبوط والسقوط سهل. نظام الله ممكن الانسان دفعيا يرتفع الى قمه القمم، ممكن. مثلت لكم مثال، والامثله كثيره في هذا النظام، ممكن. وممكن ايضا دفعيا، نعوذ بالله، واحد من قمه القمم ينزل الى اسفل السافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم، بعدين ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا، الآن يجيكم الكلام. أما الشيطان، الشيطان مجموعة من المفسرين يقولون الإبليس مصداق الشيطان. الشيطان يعني القوى التي تخالف الروح وتوافق غريزة الإنسان، هاي شياطين. يعني الصديق السوء الذي يوديك إلى، نعوذ بالله، مجلس القمار، هذا شيطان. امرأة متدينة، شابة متدينة، صديقتها تجرها إلى التبرج مقابل الشباب، هاي شيطانة. الشيطان هذا الذي يجرك إلى طريق الفساد، إلى طريق ما سوى الله، هذا الشيطان. الشيطان سياسته في هذه الدنيا كما يقول القرآن في كم آية، خطوات مو خطوات، هاي في الغلطة معروفة بالعراق، من رئيس الوزراء أخذ وانت نازل، يقول خطوات. خطوات ما عندنا، انتوا عرب له هنود. باللغة العربية خطوات جمع خطوة، بالقرآن جاي. ولا تتبعوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. بعض الوقت اسمع الأخبار، هذا المذيع ما شاء الله كل دقيقة عنده غلطة. وين اللغة العربية؟ مات كنا بالمدرسة الابتدائية، الله يحفظ أستاذنا أستاذ حامد الآن بالمجلس، كان يعلمونه لا تلمني في هواها، أنا لا أهوى سواها، لست وحدي أفتديها، كلنا اليوم فداها، لغة القرآن هذه رفع الله لواها. وين لغة القرآن؟ ماتت، ماتت. حتى المذيع بالإذاعة غلط، نعوذ بالله. كثير من الإذاعات، أنا مو قاصد مورد معين، إلا إذاعة واحدة أكو، ذي كم إذاعة كافرة أجنبية مستحيل تأخذ منهم غلط، ضابطين الشغل مع الأسف، مع الأسف. لا يسبقنكم الله، الله في القرآن، فلا يسبقنكم بالعمل به غيركم. الغير ما عنده غلط، احنا عرب في اذاعتنا في تلفزيوننا غلط عندنا. ابتعد عن حديثي الاصلي، هاي واحده من المشاكل. على كل حال، فخطوات الشيطان سياسه الخطوه خطوه. ابدا يجي على، طبعا اللي قضى منهم عمر، ولو الشيطان ايضا يطمع حتى بالشياب، الشيطان يطمع ببني ادم يدخل جهنم الى اخر لحظه، الى اخر لحظه يدخل جهنم، يجره يسحبه. ولكن عامه يجي الى الشباب، شباب وشابات، اول المرحله الاولى يجر الى الصداقه مع اهل البغي، اهل الفحشاء والمنكر. الصادق وياه، ابن جارك، ابن خالتك، ابن عمتك، قرايبك، الصادق وياه، هاي المرحلة الأولى. الصلاقة تأثر إخواني، يا آباء يا أمهات،
شوفوا أولادكم بناتكم مع من يصادقون. المرء يعرف المرء بجليسه. الصديق مؤثر، الصديق ممكن يحمل وياه الطيب. حقيقة إذا عندك صديق معطر تمشي وياه أنت تتعطر. إذا عندك صديق مثلا يقول مو قاصد غلط، واحد يدخن امشي وياه، ملابسك يصير بيها روح الدخان، هذا مبسوط ملابسك يصير بيها روح الدخان، لأن هذا يدخن دخان ما يأثر عليك، ولكن خلي يعطيك البخور الطيب أنت بتتعطر. الصديق نتلا من النتل أو طيبا من الطيب، هذا مثال مادي. بالمثال المعنوي أيضا، صديق يودي الإنسان إلى حرم الحسين عليه السلام، هو كان عند الشباب الله يلعن صدام إلى يوم القيامة، الشاب رايح للحرم، هو هذا المسجد عشان يقدم شهداء، هو هذا المسجد نفسه. هذول كان شباب مؤمنين، أهل المواكب، أهل الهيئات، أهل مجالس القرآن، شهر رمضان اعدموهم، ولكن صديق السوء يأثر على صديقه. أول الصداقة صديق السوء، ثانيا الحضور في مجالس السوء. صديقي يقول له امشي، وقت العبادة عبادة، وقت الكذا كذا، امشي شوي نتونس، مو كل صلاة، مو كل عزاء، مو كل حسين، يودي مرة مرتين يأثر. أنتوا تصدقون واحد من المؤسسين للدولة العباسية كان أبو جعفر المنصور عليه لعائن الله، وحكم أكثر من 20 سنة بالعالم. العراق كان العاصمة ماله، مو بالعراق، تعين بغداد، هو أسس مدينة بغداد وأسسها على جماجم ابناء رسول الله، ولكن المنصور كان يحكم على رقعة من الأرض تبدأ من السند شرقا تنتهي بالمغرب الأقصى غربا، من شمال من داغستان روسيا شمالا إلى جنوب إفريقيا، دولة عظيمة. تدرون المنصور كان شيعي، المنصور كان شيعي من شيعة الإمام الصادق عليه السلام، وهو الذي بايع سيدنا محمد النفس الزكية، قال يا آل بيت رسول الله قوموا لدولتكم، هو الذي لبس السواد على الحسين، هو الذي لبس العمامة السوداء على الحسين، هو الذي ثار بالشعار يا لثارات الحسين، هو الذي ثار بشعار الرضا لآل محمد. هذا المنصور، تعال شوف المنصور وصل إلى درجة. هذا واحد من علماء السنة كاتب يقول كان في حال الطواف بالمسجد الحرام، شاف سمع صوت واحد ينادي يا رب المظلومين انصر المظلوم. المنصور سمعه، طبعا تدرون بالحج الناس ما لهم ملابس خاصة، الكل لابسين حرامات بيض، هو ما عرف هذا المنصور. المنصور قعد في مكان، قال هذا جيبوا لي هذا الرجال، قال له تشبيك مظلوم، قال انت منو؟ قال انا المنصور، انا الملك. قال اقول لك يا جناب الملك، انت ما عندك خبر من شعبك شنو دا يصير بيهم، انت ما تفهم يعني شنو جوع، ما تفهم، لان انت كل يوم عندك مبلغ خاص، هذا نثريات لسيادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والملك ورئيس البرلمان الى اخره، نثريات عندك مبلغ، هذا للونسة للشاي والقهوة والكاكاو، هذا غير مورد الأكل، ما تفتهم يعني شو الجوع. أصلك الجوعان ما عنده خبر، الشبعان ما عنده خبر من الجوعان، أنت ما تدري شنو معنى الإنسان الذي ما عنده. لما ابنه بنتي يطلبون عنده بابا اشتري لي فلان شيء، ما عنده، ما تدري إيش قد صعب على فد أب ليلة العيد، بعد شهر إن شاء الله ليلة العيد، ابنه بنته بابا اشتري لي ثوب جديد، اشتري لي اجل لكم الله حذاء جديد، يقول ما عندي، ما عندي. يشهد الله انا دا اقولها لا صوتي دا يسجل، ما اجيب اسم البلده، في بلده من بلاد المسلمين خارج العراق ايام التسفيرات، الله يلعن صدام، الله يلعن البعثيين، حقيقه ظلموا الشعب العراقي. في ذيك البلده اجى رجل شريف عراقي عنده 3 اطفال يعيش، ايش يشتغل؟ حصل بالموت شغلة عامل غريب، يلا يقدر يحفظ مي وجهه بالمي بالخبز، بعض الاوقات كان يحصل جبن وشاي، جبن ماكو خبز وشاي، هذا راح عايش هو ومرته و3 اطفال. انا كنت بالقضية، ما اقول لكم قصة تاريخية. اطفاله قالوا بابا، كان ايام الصيف والإنسان اللي ما ماكل الطعم
الدابوعة، احنا باللغة العربية ما حدا يقول العربية ضاعت ماتت، احنا نقول رجي. ترى رجي مو لغة عربية، عرفت؟ باللغة العربية هاي النبتة يقولون دابوعة. زين، وين من العرب يقولون دابوعة؟ ما حد. العراقيين يقولون رجي، ها، والبحارين يقولون جحة، والسوريين يقولون البطيخ. وين الأصل اللغة الدابوعة؟ المهم هاي الدابوعة لما تكون باردة والجو حار ريحتها تشهي الإنسان. ذولا أطفال ما يدرون أن أبوهم ما عنده، بابا اشترينا رقي، كان يقول أشوف كذا باللسان الطيب. لا إله إلا الله. يوم من الأيام دخل البيت جاي تعبان عرقان، شاف ببيته أكو قشرة رقي مثل الطاسة هيجي حاكيها إلى الذرة الأخيرة باقي البياض مالها مثل الطاسة. تعجب، سأل من زوجته قال من جاب لنا رقي؟ أنا ما عندي فلوس. من مرته قالت الحمد لله أكله. قال أي من جاب لنا؟ نزل دمعة مرته زوجته، قالت أطفالك كان شافوا بسطلة زبالة بيت الجيران أكو هاي الطاسة شوية بيها حمار، جابوها أنا غسلتها حكيت لهم أكلة والحمد لله شكرا لله. قال عجيب، وصل الأمر إلى درجة، تدرون العراقي شوية نخوة شوية إلى مقام كرامة، شنو أطفال يأكلون من زبالة الجيران؟ راح بالطابق الفوقي زوي سمتد المظلومة، كتب رسالة أنه أنا الدنيا سودة بعيني، علق نفسه وأعدم نفسه، مات مات على قشة رقي؟ لا، كرام تلاحت. قال له يا منصور يا جناب الملك انت ما تدري يعني شنو الفقر، ما تفهم، ولكن اقول لك وراك يوم من ده يقول هذا الانسان ما كاتب اسمه من التاريخ. قال له انا توني جاي من سفر الصين، انا ذاك سفر الصين كان يعطل اشهر بالطريق، رحت بالصين شفت من العجائب ملك الصين رجل أبكم يعني أطرش ما يسمع، فقال أخاف صوت المظلوم ما يوصل لي، صدر قرار ملكي لا يجوز لأحد لبس الملابس الحمراء إلا من كان مظلوما. المظلوم خلي يلبس أحمر يطلع بالشارع، غير ما يلحق واحد يلبس. زين، وأمر الشرطة المسؤولين قال إذا شرطوا واحد شفتوا واحد لابس أحمر جيبوه عندي حتى أشوف شنو ظلامته، أشوف شنو ظلامته، لأن أنا ما عندي إذن أسمع بس عندي عين أشوف. قال له يا منصور هذا معاملة ملك كافر مع شعبه، أنت شنو معاملتك مع شعبك؟ ها؟ إجي شهر رمضان الآن دا أحكي وياكم يا أهل العراق، الآن مو الطحين صار قاطيا؟ صار ولا ما صار؟ مو الدهن صار أكثر من قاطيا من العام؟ شنو هالمهزلة؟ وهالسنة مبيعات نفط العراق بس هالشهر 11 مليار دولار، ألف لعنة على والدي الحرامي كائنا من كان. ليش تاكلون حق شعبكم؟ ليش ما تعطوني شعبكم؟ ليش تخلون الناس يعيشون بالزبالة؟ عمي وين الكرامة؟ بس شهر واحد هيج بايعين وهالشعب المظلوم قاعد إيده على خده، يا ريت ما عايشين عيشة سنتين قبل. هاي شنو هاي؟ كل ما تروح بالسوق كل شيء صاير غالي، كل صاير اليوم اليوم الخبز رح نشتري خبز، العام كان دينار تنطي يطوك 8 قرص، أول العام 10 قرص، هالسنة 6 قرص، صحيح أو مو صحيح؟ وهذا اللي عنده واللي ما عنده شو يسوي، والقرصة الخبز ما تشبع العصفور مو الإنسان، شوفه يجي زر ورق ورقه ورقه يعطيك اياها، شو يسوي الخباز يريد يعيش؟ قال له هاي معامله الكافر مع شعبه، انت شو مسوي ويا شعبك؟ هناك المنصور بكى قال الله ذكرتني بالاخره. خب شو اسوي شنو الحل؟ قال له الحل خلي العلماء، روح اطلب من العلماء قل شو اسوي؟ قال العلماء ما يجون، قال العلماء ما يجون يمك لان يخافون من ظلمك يا منصور.
يدرون انت انسان مو عادل. شيل هذه التشريفات اللي عندك، الحرس اللي عندك، القضايا اللي عندك، افتح الطريق للناس، خلي الناس يجون يشوفوك. هذاك اليوم شوف البلاد تنصلح لو ما تنصلح. او رايتني، هاي كلمات في الواقع اخواني، دعاء الامام السجاد روحي له الفداء في هذه الليالي، دعاء ابي حمزه الثمالي. هذا الدعاء دعاء قبل ما يكون دعاء وتوجه الى الله، هو تربيه، مدرسه تربويه. سلام الله على الامام زين العابدين. او رايتني الف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. او رايتني تاركا لمجالس العلماء، مو قصد العلماء بس علماء الدين، العلماء يعني الناس الذي عندهم اختصاص في عملهم. شلون مشكلة هاي؟ رجال كان وزير الخارجية بالعراق، شالوه خلوه وزير المالية. يا عمي هذا أي اختصاص هذا؟ هذا درس علوم سياسية لو درس علم الاقتصاد؟ الله وكيلك، لا هذا لا هذا، هيك لا علم لا فهم. فشلون يصير؟ بلا تتأخر، انطوا المسؤوليات للذي يحمل الرسالة، مو قصد المتدين، حتى يكون إنسان مو متدين، مو إسلام، مو مسلم، مسيحي، إيزدي، ما أدري أي دين، ولكن عنده الشهادة، عنده اختصاص، قلبه محروق على وطنه، على بلده. هذا هو معكم على الأسف. الصداقة، الجلوس مع الظالمين، هاي الأشياء اللي تصير السبب تسلط الشيطان على الإنسان، خطوات الشيطان. بعد حضور مجالس أهل الفسق مرة مرتين يأثر خطوة بخطوة، سياسة الخطوات. ورا مجالس أهل الفسق شي يصير؟ الطعام المحرم، لأن طبيعي لما الواحد يروح إلى مجالس أهل الفسق يسألهم هاي الذبيحة مذبوحة ذبيح شرعي مثلا، اللي صار يأكل، وهذا اللي صار ياكل. اخواني احنا عندنا تاريخ، شوفوا، خليني اذكر شوي من تاريخ العراق. واحد من الملوك في العراق اسمه المهدي العباسي. المهدي العباسي ابن هذا المنصور اللي ذكرته، وابو هارون العباسي لعن الله والدا وما ولد، كان منهمكا بالفسق والفجور. المهدي العباسي، المهدي العباسي طلب من رجل، هذا كان من يعني ظاهرا من أهل الزهد في الكوفة، عمرو بن عبيد، قال له يا عمرو بن عبيد عندي لك حاجة، تفضل. قال أريدك تجي من الكوفة إلى بغداد بالقصر الملكي تدرس أولادي. قال اعفني عن ذلك، أنا جابني على قصر الملوك، خليني ويا المساكين أساعد الناس في الكوفة. جزاك الله خير. طلب الثاني، قال الطلب الثاني أريدك تجي تصير قاضي القضاة في بغداد. قال هذا ما أخاف، القاضي على شفير جهنم، أخاف أظلم واحد. ما استجاب للثنين. عند طباخ، شيف طباخ الملك، قال عزم على شيء ثالث. قال شنو؟ قال له قل له تعال نعزمك على غدا يمنا بس. قال رسول الله بين قوسين: لا تأكلوا طعام السلاطين فإنها مخلوطة بدموع المساكين. إذا السلطان في اليوم قال لك تعال، لا تقول نروح هناك، خوش قوازي أكو، خوش سمج أكو، هاي مخلوطة بدموع المساكين. يشهد الله أي مسؤول، هاي الرواية خليني أكملها، أي مسؤول على أي مجتمع، شوف الرواية في كتاب الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، أي مسؤول، يعني شنو أي مسؤول؟ يعني جنابك مدير مدرسة مسؤول، جنابك رئيس معمل مسؤول عن عمالك، مسؤول عائلة، شيخ عشيرة، ما أدري، أي مسؤول، وزير، محافظ، نائب وزير، أي واحد. يأتونه يوم القيامة، رواية الإمام جعفر الصادق يا مسلمين، يأتونه على تل من النار، مو جمرة، تل، يوقفوه يقولون تعالوا أنتم اللي شنتوا جوا إيده تشتغلون، راضين عنه؟ إذا قالوا راضين
يقولوا تفضل هنيئا لك الطريق مفتوح تفضل للجنة. إذا قالوا مو راضين يحرق في نار جهنم، يحرق في نار جهنم. أي مسؤول؟ مسألة صعبة، نعوذ بالله نستجير بالله. قال له تعال أعزمك إذا ما تقبل الطلب الأول، أولادي ما تدرسهم، قاضيا ما تصير، تعال لقمة الطعام يمنا. قال إيه هاي نتشرف بيها، هاي نتشرف بيها. بعدين هو قال كلكم طالب الصيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد طاح بالشبك، اجى فصنع له طباخ الملك الشيف، شنو صنع له؟ طعاما في طعام لذيذ فيه نخاع الحيوان. النخاع شرعا حرام اخواني، مسألة شرعية. اكو اشياء الخروف حلال لحمة، ولكن اكو اشياء بالخروف حرام تأكل. عورة الخروف حرام، بيضة الخروف حرام، بيض الغنم. اكو انا شايف بعض الناس، ان شاء الله ماكو بكربلة، ولكن انا شايف هذا بيض الغنم ياخذوه يقطعوه مثل تكة يخلوه اول الصبح، وهذا حرام اكله. ممكن ما يدرون هسه اللي يسمع صوتي. بعد من الاشياء المحرمة في الحيوانات حتى بالدجاج النخاع. النخاع هذا الخط الحبل الابيض اللي طالع من رقبته الى ذيله، يمر من وسط العظام، هذا النخاع الابيض حرام اكله، وخصوصا بالخروف يطلع مثل الحبل الابيض ولين طيب. طبخ له طعام طيب، الطباخ خلى به نخاع حرام، خلوا قدام سماحة الشيخ عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد اكل استذاق، به به عجيب اكله طيبه، لك حرام. الطباخ قال للمهدي العباسي قال هسه اطلب منه طلباتك. ورا ما اكل وشبع قال له ها شيخنا هسه تدرس اولادي؟ قال خادم. خادم. قال تصير قاضي؟ قال خادم. صدق الله بالقرآن يقول أنتوا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه خطوات، ليش؟ ومن يتبع خطوات الشيطان، هو الشيطان شنو يريد؟ فإنه يأمر، سورة النور آية 23، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. هذا الشيطان. الفحشاء والمنكر شنو الفرق بينهم؟ أقوال عند المفسرين، قول الفحشاء يعني المعاصي الخفية، واحد يروح ببيته يشرب خمر هذا فحشاء. المنكر المعاصي العلنية، شهر رمضان بقلة أدب يمشي بالشارع يشرب له بطول مي، ما يستحي ما يستحي، أو يكون عنده مطعم سندويش كذا بقلة أدب ضد الدين ضد الله يفتح المطعم ماله نهار رمضان يبيع طعام. بابا الناس صايمين، بابا حرام، هذا كسبك حرام، ما يفتر. وإذا ما تقول له يزعل، وإذا ما تقول له يزعل. زين هذا اكو بعض الناس يقول انا مريض. اي صحيح المريض له حق ان لا يعني يفطر لا يصوم، ولكن مو علنا، احترم الرأي العام. وخذ لك فتخبت في المكان، او زائر جاي زائر الحسين عليه السلام يقول انا جاي زائر يوم واحد ارجع. اي بس انت يا زائر حصل لك طعام في خفيه في مكان باب الناس صايمين، حرام التجاهل بالفسق، هذا فسق. هذا المهم الفحشاء والمنكر. راي ثاني المفسرون يقولون نظريات مختلفه، يقولون الفحشاء يعني الفساد بالعقيده، والمنكر يعني فساد الجوارح. فرق بين الجوانح والجوارح. الجوانح يعني العقائد، القلب يسوي فاسد، الجوارح ايده تعمل فاسد، عينه تشوف فاسد، اذنه يسمع فاسد، فانه يامر بالفحشاء والمنكر. هاي خطوات، خطوه خطوه ياخذ الانسان يفسد الانسان. بالمقابل هناك اناس هذول طلعوا من خط الشيطان، اجوا درجة درجة صعدوا، وشلون مقامات حصلوا عجيب. على السريع اذكركم هاي الرواية، هاي الرواية مورد اتفاق الفريقين يعني السنة يذكرون والشيعة عند المصادر. نبي الله موسى بن عمران على نبينا والي وعليه السلام لما خرج من مصر بعد قضية
غرق فرعون عليه اللعنة وعبروا النيل أو عبروا البحر الأحمر على اختلاف الروايات، اجوا إلى صحراء سيناء، تاهوا بالصحراء في التيه، كل ما ياخذون طريق يروحون من الصبح المغرب يشوفونهم من نفس المكان اللي بدأوا به ضايعين ضيعين. موسى عليه السلام سألهم قال أنتوا يا بني إسرائيل أكو أمانة ما جاي بيها وياكم، أكو شيء يرتبط بالله؟ الكبار أصحاب اللحية البيضاء قالوا إيه الأمانة شنو؟ قالوا بأن يوسف الصديق على نبينا والي عليه السلام، يوسف وقت موت أوصى قال إذا أنا متت جسدي تدفنوه في مصر، ذاك يوم ماكو ثلاجات وغير الوسائل، بس إذا يوم من الأيام رحتوا إلى أريحة يعني عبرتوا الصحراء ورحتوا إلى الأرض المقدسة إلى فلسطين لا تخلوني أنا غريب، أنا مو مصري، أنا من أهل كنعان من أهل فلسطين، فتأخذون جنازتي تودوه وياك تدفنون جنازتي عند أبي يعقوب. يعقوب وين مدفون؟ عند أبيه إبراهيم إسحاق وإبراهيم. وين مدفونين؟ في مدينة الخليل إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يهلك اليهود ونروح إن شاء الله لزيارة الأنبياء عليهم السلام في مدينة الخليل. أصلا مدينة الخليل يقولون الخليل لأن الخليل يعني إبراهيم عليه السلام هناك مدفون. المهم فأوصى يوسف زين، وين جثة يوسف؟ ما ندري، ضايعة. يوسف مدفون في مصر، لازم الجثة نشيلها نوديها ويانا إلى فلسطين. موسى عليه السلام رجع إلى مصر سأل وين مدفون يوسف، واحد يسأل من الثاني إلى أن وصلوا إلى عجوزة شمطاء عمرها فوق 440 سنة، عجوزة شعرها أبيض عيونها ما تشوف، قالوا هاي تعرف، هاي المرة تعرف يوسف وين مدفون. موسى عليه السلام قال علي بها جيبوا لي اياها. اجوا قالوا للعجوز موسى بن عمران يريدك، قالت يريدني. ليش يريدني؟ عنده شغل هو خلي يجيني. عافية مرة، عافية مرة عاقلة اللي عنده شغل وياي هو يجيني، ليش انا اروح له؟ قالوا لموسى، موسى عليه السلام نبي من انبياء الله مو متكبر، قال ايه صحيح كلامه عدل احنا نروح له. فموسى عليه السلام جاء عند هذه العجوزة، سلام عليكم السلام، قال لها ماما أنا سامع أنت تدرين يوسف وين مدفون؟ قالت إيه أدري. قال زين قولي لي. قالت ما أقول لك. ليش ما تقولين؟ قالت يا موسى هذا علم، أنا علمي ما في ما أبي أعمل بلاش، أعطيني درجة أعلى، شو أسوي لك؟ قالت عندي 3 شروط. الشرط الأول أنت نبي من أنبياء، أنت نبي لو مو نبي نبي. قال أنت إذا نبي أطلب من الله يرجع لي الشابة 14 سنة، شنو أنا عجز 140 سنة شو أسوي بالعمر؟ موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال يا موسى أعطها مرادها، سلني سأل من الله رجعت ابني حليه 14 سنة. هاي الحاجة الأولى عاقلة. قال يلا قولي لي وين. قالت لا عندي شرط ثاني. شرط الثاني شنو؟ أن تتزوجني، هاني أبويا ميت 100 سنة قبل، من يعرفني أنا مرة غريبة، الآن صرت 14 سنة بس أريدك النبي من أنبياء الله ومنه أحسن منك تتزوجني. الله سبحانه وتعالى أمر موسى لبي حاجتها. قال زين عمي تزوجناك، وين يوسف؟ قالت عندي شرط ثالث حتى أعطيك العلم، شوف خطوات بس تستفيد من الخطوات يا ناس، لازم الإنسان يكون عاقل. هي هاي القضية وين جابها رسول الله؟ قبل ما أكمل، النبي كان واحد يوم من الأيام رسول الله بطريقة مر بالبادية على خيمة هذا الرجل، هذا ضيف النبي يوم واحد. بعدين لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب الظاهر وصل إلى مقامات دنيوية والناس يقبلون إيه وصار نبي معروف، إجا هذا البدوي عند رسول الله قال يا رسول الله أتعرفني؟ النبي من صفاته كان وفي، وفي صلى الله عليك يا رسول الله، حقيقة جمع الفضائل والمكارم. النبي قال نعم أعرفك، أنت اللي ضيفتنا بالبادية فلان يوم بخير. قال إيه. النبي قال زين هسه شو تريد أعطيك بالمقابل؟ قال أحتاج إلى ناقة
وكم نعجة. هاي عقديت ذلك مبلغهم من العلم. النبي قال أعطوه، انطوا ناقة وانطوا كم نعجة. راح العربي وفرحان، النبي قال لو كان يعلم بمقدار، لو كان يعقل بمقدار عجوزة بني إسرائيل كان يطلب مني غير شيء، بس ما يفتهم. احنا هم مشكلتنا بعضنا ما نفهم. يا مؤمنين والله رواية رسول الله سنة شيعة كاتمين إن الله عوض الحسين أن جعل الشفاء في تربته واستجابة الدعاء تحت قبته. عوض الحسين، أروح تحت قبة الحسين أطلب؟ ما بعضنا أصلا من روح، بعضنا من روح. أنا كربلاء إذا أحكي وياكم ترى بعض كربلاء بعض هالكربلاء بالسنة مرة يزور الحسين، بالسنة مرة يزور الحسين. يعرف الصائغ قدر الذهب. قبل أيام كنا في الباكستان، كنت أشوف الناس شلون يتلهفون للحسين، تربة الحسين عنده يخليه بعينه كحل. احنا عادي يمنا، عادي يمنا. على كل حال المره قالت العجوزه، قالت لا عندي شرط ثالث. يا عمي طلبت تصيرين شابه تصيرين عروسه صرتي. قالت الشرط الثالث الاهم، ان النبي قال يا ريت هذا العروبي كان بجد عجوزه بني اسرائيل يفتهم. شنو الطلب الثالث؟ قالت الطلب الثالث ان اكون زوجتك في الاخره، مو تروح هناك بالجنه تشوف الحور العين بعد ما تعرفني. الله سبحانه وتعالى قال اعطها يا موسى اقبل، فاعطاها مرادها. يلا قولي لي سوين؟ قالت ها هسه اعطيك العلم. يوسف عليه السلام لما مات، مات عزيزا يعني مات رئيس وزراء، كان صار اختلاف بين، تدرون بني اسرائيل من يوم اللي الله خلقهم ذول عندهم اختلافات، الله جعل بينهم العداوة والبغضاء، هم واحد بس هم متحدين قدامكم انتم المسلمين، ولا فيما بينهم وعندكم مشاكل الى الان. لما مات يوسف صار اختلاف بين اسباط بني اسرائيل، كل واحد كان يقول اعطوني الجلاس نخليه في حينا عندنا يكون في محلتنا. اتفق كبارهم ان يجعلون جسد يوسف في تابوت زجاج، وهذا التابوت الزجاجي يخلوه في مصب نهر النيل، لما نهر النيل يصب يجي الى اهل مصر يعبر من على تابوت يوسف للبركه. انا اعرف محل المصب، ودتهم راوتهم. فموسى عليه السلام راح هناك، بالفعل شافوا جسد يوسف عليه السلام محنط وموجود في ذلك التابوت الزجاجي، حملوه الى فلسطين ودفنوه عند ابيه وجده سلام الله عليه. هاي استفادت من الخطوات، ولكن الخطوات في طريق الصحيح، هذا المطلوب من عندنا. وهذا في المجال الإيجابي. في المجال السلبي، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، بالنتيجة تبتعد عن الحق، بالنتيجة تصير في الإنسان ظالم من حيث لا تشعر. يا أخي اللقمة، لقمة واحدة أثرت على عمرو بن عبيد. يا ناس الشمر تدرون كان من رواد جيش الإمام أمير المؤمنين في صفين، الشمر انجرح صار مجروح في صفين ولو كان ميتا. هاليوم أنا وياك كنا نترحم على الشهيد شمر، ولكن عاش وعاش وعاش، وصل إلى درجة صار قاتل الحسين. لقمة الحرام شو تسوي بالإنسان؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قليل من الناس الذي قالوا كلمات نابية يوم عاشوراء، منهم الخبيث هذا كان. الإمام الحسين أمر داير مداير المخيم يسوون خندق، حفروا الشباب خندق وجعل فيه الحطب سعب كرب كذا أشواك ترسب. الإمام عليه السلام أمر أفراده، قال أذان الصبح يعني لما بدأت الحرب إذن نحرق بالنار حتى يصير أطراف المخيم نار
اكو فقط طريق واحد الذي يطلع الى العدو حتى نطمئن من الاطراف انه ما يهجمون على النساء والعيال والاطفال. هي استراتيجية حربية لطيفة. حفروا خندق. والمخططين في جيش عمر بن سعد كان قرارهم يهجمون هجمة رجل واحد، يعني من كل الاطراف يهجمون، يقطون الرياجيل ويحرقون الخيام ويسبون النساء، ولكن هذا اللي ما حصلوا، لان منفذ واحد عندهم الامام الحسين عليه السلام اجى قابلهم صبح عاشوراء. صارت حملتين، الحملة الأولى أكثر من 50 شهيد سلام الله عليهم أجمعين قتلوا بين يدي الحسين، وبعد ما شوية نائلة الحرب هدأت طلعوا واحد واحد، هذا اللي سامعين، طلعوا واحد واحد يرتجز ينقتل إلى آخر واحد وهو الحسين سلام الله عليه. فلما أذان الصبح أول طلوع الشمس أشعلوا النار. الشمر كان أحد قادة جيش عمر بن سعد وياه 4000 رجل مسلح قائد، اجى على فرس أخذ له جولة، شاف أطراف المخيم نار، رجع قال كلمة أحرق قلب الحسين. الإمام الباقر عليه السلام يقول أذكروا مصائبنا لشيعتنا، وإلا صعب على لساني أن أذكر هاي الكلمات، بس ناقل الكفر ليس بكافر. قال يا حسين، نعوذ بالله، نستجير بالله، الإمام الحسين لازم ننادي سيدي مولاي. الإمام الحسين مقامه مقام رسول الله، نفس رسول الله. الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أكو بعض الناس يقول محمد علي، غلط هذا الكلام. يقول قال رسول الله، قال أمير المؤمنين، قال سيدنا ومولانا الحسين. احترم الإمام. على كل هذا اللعين قال يا حسين، أتعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ أنت شاعل أطرافك نار، هاي بالدنيا احنا راح نعوذ بالله نستجير بالله راح نحرقك قبل ما تحرق بنار الآخرة. الإمام الحسين عليه السلام نظر إلي. هنا أنا أكو موقف يحتاج إلى تحليل إخواني. مسلم بن عوسج هذا البطل كان معروف بالرمي، وإذا يرمي سهام توصل للهدف. قال سيدي أبا عبد الله دعني أرميه بسهم، الآن أضربه وقتله لابن الحرام هذا نرتاح من عنده. الإمام الحسين قال لا، افتخروا بهذا الإمام. قال أكره أن أبدأهم بقتال، أنا ما أبدأ، هم اللي يبدؤون احنا ندافع، احنا ما عندنا حرب هجومية ضد أحد. هذا لي بحث مفصل. رسول الله جميع حروبه كانت دفاعية، أمير المؤمنين حروبه كانت دفاعية، الإمام المجتبى روحي له الفداء كان حربه دفاعي ضد معاوية، الإمام الحسين أيضا دفاع. المهم ثم قال له الحسين أنت أولى بها صليا، أنت تقول نار جهنم، أنت أولى بها صليا يا ابن راعية المعزة. هاي راعية المعزة بها قصة. الإمام الحسين عليه السلام فم الطاهر أطهر من ماء الورد. الإمام الحسين ما يريد يسب أو يشتم، ولكن على أرض الواقع ليبين هذول منه. راعية المعزة كانت امرأة بغية، الشمر ابن حرام. الإمام الحسين عليه السلام بينهم يوم عاشوراء هذول. فرجع اللعين ما عنده جواب على الإمام الحسين، رجع. الآن تتصوروا إخواني أطراف مو هاي عمارة لو أطرافها نار احنا نتأثر. خيم، والخيم تحرق بأسهل ما يكون، أطراف الخيم نار، فهاي النيران صايرة جمر أطراف الخيم. ومن طرف بعد مجزرة قتل الشهداء صاح في رواية عمر بن سعد في رواية النفس هذا الشمر قال احرقوا بيوت الظالمين على رؤوسهم. فهجموا على المخيم. زين تقول لي النساء والأطفال وين يروحون؟ لأن أطرافهم نار، هذا ما سامع تقول بين نارين. فسيدتي زينب سلام الله عليها وهي الموكلة بالنساء والأطفال صارت بين نارين، تروح ما تروح. من طرف الإمام زين العابدين عليه السلام معلول في خيمة محروقة، والإمام عليه السلام ما يتمكن أن يركض أن يعدو ويفر من النار. فجاءت إلى إمام زمانها وقالت له يا بقية الماضين ويا ثمال الباقين،
أضرم النار في خيامنا تأخذ الإذن من إمام زمانها. قال لها عم عليكن بالفرار، ففررن في البيداء حوافي حسرين، وأكفهن على الرؤوس ستور وصغار صبيان تصارخ في الفلا. ووليها من نائبات يسير نهب الملاحف والحلي، وإلى قل سلبوا مقانعها، سلبوا مقانعها علي عسير، أبي التي ورثت مصائب أمها. يفترن خوات حسين من خيم العيد، خيم ينخن وين صار وين ما ضل بالكفور شيم، هالخيم تشب بنار فرن ضربني الهيم، والسجاد جو سحبه ودمع على الوجهين سال. يقول الراوي رأيت امرأة شريفة تخرج في خيمة محروقة، تدخل وتخرج في الخيمة، قلت لها أمة الله أما ترين النيران؟ قالت كيف أفر وفي الخيمة زين العابدين. زينب احتارت يوم شبوا في الخيم نار. مأجورين إن شاء الله ليالي رمضان. وصل صوتك إلى حرم الحسين سلام الله عليه. زينب احتارت يوم شبوا في الخيم نار، طلعت وياها الحريم صغار وكبار، صاحت صاحت بعالي الصوت، طايح وين يا حسين؟ اي خويا خدر انهتك وانت غياث المستغيثين، عجل ادركنا لا يهيد كون النساء ونسمع قام يتقال فوق الاوعى. اي قالها يا زينب باليتامى لا تجيني، لا يا تكثرين من البواج تهيجيني، هي لا تكثري عتمي ولا جثة بلا راس، راسي قبالي جع الرموح والخيل يندهر، راسي قبالي جو الجسيم
بالخيل ينداس روح الشريعة بالجني تشوف ينعم عباس يقدر على النهضة ويسيل سيف البتار اي صايا يا يا حد خيلك يا اللي موزع من الشريعة لان الندار الديت رجف وقطيقة عباس تسمع زينب تدعوك يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي حتما أخذوا من طعام الحسين عليه السلام هذا الطعام بركة إن شاء الله بالسحور ودوا وياكم إن شاء الله لشفاء المرضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجكم فردا فردا. إخواني أخواتي خارج المجلس الكل ارفعوا أيديكم بالدعاء ليالي رمضان. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أصحاب الحوائج آخر مرة أمن يجيب مضطر إذا دعاه باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا نقسم عليك بحق الحسين عاش مرات يا الله يا الله يا الله يا الله رحم الله هذه الأصوات رحم الله هذه العبرة يا الله يا الله اطلبوا حوائجكم من الله أسأل الله أن لا يرد لكم حاجة عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأشياعه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر عليا أمير المؤمنين اللهم العن واخذل من خذل عليا أمير المؤمنين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف من أوصانا بالدعاء إلهنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم ارزق حكامنا الإنصاف والوجدان يا الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم احشرنا جميعا رجالا نساء مع أنصار الحسين تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجل. إخواني إن شاء الله باكر المجلس رأس دقيقة 10:30 إن شاء الله نبدي حتى يكون مجال عندنا أكثر. جزاكم الله خيرا. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.